طاسه البيض بالبسطرمه، بس هي مش طاسه بيض بالبسطرمه عادي، طاسه بيض بالبسطرمه طبعا فيها شويه حركات. هنحتاج 10 بيضات بلدي، والوصفه دي فعلا عايزه بيض بلدي. بسطرمه قطع حوالي تمن مثلا او ايا كان اللي متوفر يعني، قطعه جبنه فيتا، ينفع قريش ينفع جبنه ملح خفيف، كل ده ينفع عادي جدا، اي جبنه بيضه. كوبايه فلفل الوان مكعبات، واتنين طماطم مكعبات، سمنه، ملح وفلفل اسود، بس كده. هنعمل شويه بيض بالبسطرمه ما يستهلوش غير بقكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ الطاسه بتاعتنا على النار، هنحط فيها حبه سمنه حلوين. البيض بالبسطرمه يا جماعه بيحب السمنه، يعني ما ينفعش نحط له كده حبه سمنه خفاف، لا بصراحه بيبقى يعني عايز البيض يبقى عايم في السمنه، ف يعني هو حلاوته كده، فانا بقول الحقيقه يعني، وانا في البيت بعمله كده بصراحه. مع البسطرمه، مع السمنه، هحط البسطرمه تاخد تشويحه صغيره، وده بيخلي طبعا طعمها احلى كتير. ريحة البسطرمة لما بتحتضن السمنة اعتقد انها احلى من اي بارفان ممكن مثلا الواحد يشمه في الحياة. يا سيدي، وحاجة على طول احط لها الفلفل، والطماطم، نقلب كله مع بعض. وشكرا، مستنيين بقى عظمة تحصل ونقوم منزلين البيض على الجمال ده. بيض جنبنا، والجبنة كمان جنبنا. اقول لكم هنعمل فيها ايه بس مش دلوقتي، ليها وقتها وليها لحظتها المناسبة. عايزين ندي رشة فلفل اسود للكلام الجميل ده، يعني اصغر رشة ملح في الدنيا، لان في بسطرمة فاحنا كده كده يعني الدنيا تمام. تقليبة كده خفيفة، وهنيجي دلوقتي ونقوم موزعين البيض زي الحلاوة دي. هعمل ايه؟ بصوا كده بس، يعني مش تقليب قد ما هو ايه، بس انا بدخل كل حاجة في بعضيها، وانا باخد حتت كده من الجبنة من غير ما نقلبها، حتت كده، ونقوم حاطينها وسط البيض. فاللي بيحصل ان هي بتسيح مع حرارة الطاسة طبعا، وبتبقى زي كده حاجه ما تعرفوش هي ايه، ولا هي كريمه ولا هي جبنه، ما بيبقاش باين لها ايه معالم. كل اللي عارفينه ان هي بتبقى حاجه عظيمه، والطاسه دي بقى فطار الابطال، انا بسميه كده فطار الابطال. ده فطار كده نفطر يوم الجمعه، نقعد على الكنبه 6 ساعات مثلا يا مصطفى ما نتحركش، صح؟ يا دوب، بس لازم نحبس بعديه بكوبايه شاي، بجد انا بحبها قوي. وفي لا كنت بحبها قوي، بس كان عندي مشكله ان البسطرمه البلدي بتخلي ريحتك مش الطف حاجه. بقى في دلوقتي احد يعني الشركات بتعمل بسطرمه مش بالطريقه البلدي، بتعمل بسطرمه من غير الحاجات اللي بتخليها تعمل الريحه اللي مش لطيفه.
فبقيت بجيب منها على طول، والحقيقة بقيت باكل منها كميات مش آدمية، لأن خلاص الحاجة اللي كانت منعاني عن البسطرمة ما عادتش منعاني. فنشكر تطور الصناعة اللي سمح لي إن أنا آكل بيض بالبسطرمة زي ما أنا عايزة.